وصلت إلينا وأرغب أن أقدم بعض الإجابات إلى عوائلنا. أولاً وقبل كل شيء، أود أن تدرك عوائلنا أنه وفي حال اختياركم لطفلكم العودة إلى التعلم في المدارس في شهر يناير وفبراير، فإن الدراسة من المدرسة ستكون يومين كما نود أيضاً أن نطمئنكم إلى أن عوائلنا التي اختارت لطلابها التعلم المباشر في المدارس إنهم سوف يبقون مع معلميهم ما لم تكن هناك ظروف تمنع ذلك بالطبع، ولكن هدفنا هو مواصلة جميع طلابنا مع نفس المعلمين خلال هذا الانتقال. هذا بالنسبة للطلاب الذين اختاروا التعلم من المدارس بالإضافة إلى العوائل التي اختارت التعلم عبر الإنترنت لأطفالها. وسوف نكون قادرين على القيام بذلك من خلال نموذج تعليم يسمى التعليم المتداخل. التعليم المتداخل هو عندما يقوم المعلم بتدريس الطلاب في المدرسة والطلاب عبر الإنترنت بشكل متكامل أو في نفس الوقت. وسوف نكون قادرين على تنفيذ ذلك بأمانة ودقة طبعاً لضمان وجود أقل قدر من التشتيت لطلابنا وموظفينا. كما سمعنا من كل واحد منكم بأنكم تفضلون لأطفالكم البقاء مع معلميهم، أي مع معلميهم الحاليين، والمعلمون قالوا ذلك كذلك، إنهم يفضلون البقاء مع طلابهم اعتباراً بأن السنة الدراسية قد بدأت مدة. لذلك سوف يسمح النموذج أي نموذج التعليم المتداخل في القيام بذلك. لقد أرسل الكثير منكم إجابتهم وأكملوا نماذج تحديد خيار العائلة، ولكن الكثير منكم لم يقم بذلك، وسوف نقوم بتمديد الاستبيان لغاية 18 من شهر ديسمبر، وهذا سوف يمنح المزيد من الوقت لجميع عوائلنا لإكمال هذا النموذج. نحن نحتاج إلى مشاركة بنسبة 100% في هذا المجال بالتحديد، لأن ذلك سوف يسمح لنا بوضع اللمسات الأخيرة على جميع جداولنا لنموذج تعلم مختلف. الآن عوائلنا، إذا رغبتم في تغيير اختياركم بسبب توفر هذه المعلومات لديكم الآن وتقولون حسناً أنا أعتقد بأني أرغب بالتأكيد على عودة طفلي أو أرغب في إبقاء طفلي في البيت، يمكن العودة إلى حساب ولي الأمر في المدرسة وتغيير قرارك. يمكنك تغيير قرارك ولديك المجال لغاية يوم 18 ديسمبر للقيام بذلك. نحن بحاجة إلى مشاركة بنسبة 100%. أود أن أقدم لكم بعض التعليمات حول كيفية القيام بذلك بسبب وجود بعض الأسئلة بشأن مواجهة بعض أولياء الأمور لبعض الصعوبات. إن خيارك الأول هو إنشاء حساب لولي الأمر على موقع Power School وإكمال النموذج نفسه. يمكنك التعرف على كيفية القيام بذلك على الموقع الإلكتروني لمدارس TPS. يرجى ملاحظة أنه يتوجب عليك استخدام حساب الدخول لولي الأمر أو الوصي الشرعي على موقع Power School لإكمال النموذج. لا تستطيع إكمال هذا النموذج من خلال حساب Power School للطالب. هذه نقطة مهمة للغاية من أجل القيام بذلك بشكل صحيح. خيارك الثاني هو إكمال نموذج تحديد خيار العائلة عن طريق الاتصال بخط المساعدة Virtual Plus. نحن نعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، وسوف نقدم لك المساعدة لإكمال هذا النموذج. دعوني أقدم لكم بعض أرقام الهواتف بشكل سريع. إذا كنتم تتحدثون اللغة العربية تستطيعون الاتصال بهذا الرقم 703-927-7095. هناك أيضا اختيار ثالث لكم وهو الاتصال هاتفيا بالمدرسة، وسوف يقدمون لكم المساعدة في إكمال هذا النموذج. نحن بالفعل بحاجة إلى قيام الجميع بإكمال هذه النماذج قبل العطلة الشتوية، لكوننا نريد التأكد من استعدادنا للتحول بدءا من 19 يناير. ولكن نرغب أيضا في تذكير جميع عوائلنا إلى أن هذا الأمر مرتبط بمقاييس صحة المجتمع لدينا، ونحن نراقب باستمرار مقاييس صحة المجتمع هذه بالتعاون مع قسم الصحة
في مدينة ألكسندريا، وتستطيعون جميعا القيام بدوركم ومساعدتنا في هذا الأمر، أولا بإكمال هذا النموذج، وثانيا بالتأكد من الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وأنكم أيضا ترتدون أغطية الوجه عندما تتواجدون مع أشخاص آخرين خارج منازلكم. هذا الأمر مهم من أجل أن نتمكن بالفعل من تقليل المعدلات في مقاييس صحة المجتمع هذه، لكي نصل إلى مستويات آمنة بشكل كافي لإعادة طلابنا وموظفينا إلى المباني المدرسية. أود أن أشكركم جميعاً أولاً على صبركم ودعمكم خلال هذه الفترة من الوقت. من كان يظن أننا سوف نستمر لغاية شهر ديسمبر في العمل عبر الإنترنت، وسوف نستمر في العمل خلال ذلك كموظفين القيام بكل ما نستطيع لضمان إبقاء أطفالنا وطلابنا وموظفينا بأمان. أتمنى للجميع عطلة سعيدة، أتمنى للجميع أن يستمتعوا بأسبوعي العطلة الشتوية، وأرجو منكم إكمال نماذج أولياء الأمور في أسرع وقت ممكن. أتمنى لكم يوما سعيدا.